بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن النهاردة يسود طقس بارد شمالا وحتى شمال الصعيد، مائل البرودة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والسحب المنخفضة والمتوسطة هتظهر شمالا، هتكون متكاثرة على السواحل الشمالية، بيصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة بتنشط على البحر الأحمر. من المتوقع أنه تصل درجة الحرارة الكبرى أو العظمى بالقاهرة 16 درجة مئوية، بينما بتبلغ الصغرى 8 درجات، وإسكندرية من المتوقع أنه تصل درجة الحرارة العظمى ل 15، أما الصغرى فهتكون 12 درجة مئوية. طيب إحنا معانا هاتفيا دكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية. أهلا بيك يا دكتور أحمد. هشام أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بسيادتك يا فندم. حضرتك يوم الخميس ربما قلت لنا خميس وجمعة الاضطرابات في المناخ أو في الأحوال الجوية هتكون موجودة، إنما السبت ممكن تبدأ حالة التحسن. هل ما زالت هذه التوقعات في محلها ولا حصل فيها أي تغيير؟ لا، هو فعلا من النهارده في التحسن التدريجي في الاحوال الجويه، وان كانت الامطار ولكنها مش شديده، هتبقى على السواحل الشماليه خاصه الشماليه الشرقيه زي ما احنا قلنا، مع تقدم ساعات النهار في نهايه يوم السبت تنتهي فرص سقوط الامطار ونبدا نحذر من الشبوره المائيه في الصباح غدا. الاسبوع كله ان شاء الله في تحسن في الاحوال الجويه، وطول الاسبوع مش هيكون في اكتر من الشبوره المائيه اللي هنحذر منها طول الاسبوع ان شاء الله. الحراره تبدا في الارتفاع التدريجي لتصل في نهايه الاسبوع على القاهره الى 18 درجه. طيب حضرتك يمكن في مداخلات كتير قبل كده قلت لنا بيكون في شبوره لما بيكون في حركه الرياح بتكون قليله، لما بيكون في حركه رياح الشبوره بتتلاشى لما بيكون في حركه رياح، ده معناه ان مفيش رياح بقى خلال الفتره الجايه. لا، احنا فعلا من الفتره الجايه مش هيبقى فيه رياح، الرياح هتبقى ضعيفه جدا خفيفه جدا، وده هيساعد على تكون الشبوره المائيه اللي تبقى كثيفه في بعض الاماكن وبعض الطرق. انما الامطار هتكون النهارده بس في نهايتها خفيفه كده ان شاء الله. ان شاء الله على السواحل بس. بس محافظات الدلتا والصعيد والقاهره لا. ما فيش فرص لسقوط امطار على أماكن. بشكرك يا دكتور أحمد، بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، كنت معنا هاتفيا، ألف شكر لوجودك.